مرحبا بكم. قوات الأمن البحرينية تستعيد السيطرة على ميدان اللؤلؤة في المنام الأربعاء، والحكومة البحرينية تعلن رسميا إغلاق البورصة والمدارس والجامعات حتى إشعار آخر في إعقاب إعلان حالة الطوارئ في البلاد الثلاثاء ومقتل شرطيين خلال إخلاء شوارع من المتظاهرين. الزعيم الليبي معمر قذافي يشن هجوما عنيفا على من يساندون فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، ويحض الليبيين على الاستعداد لمواجهة غزو محتمل من الدول الغربية، ويحمل بشدة خصوصا على بريطانيا والجامعة العربية لدعوتهما إلى حظر الطيران. والثوار الليبيون يؤكدون استعادتهم السيطرة على بلدة أجدابيا من قوات القذافي. المعارضة الإسلامية الأردنية المتمثلة في جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وهي أكبر حزب في الأردن، تعلن رفضها الانضمام إلى لجنة الحوار الوطني، لأن اللجنة على حد قولها لن تناقش تغييرات دستورية تحد من سلطات العاهل الأردني. المخاوف من انتشار الإشعاع النووي تسيطر على اليابان بعد حدوث انفجار ثالث في مفاعل فوكوشيما ونشوب حريق في مفاعل آخر، ما أدى إلى ارتفاع الإشعاع إلى مستويات ضارة. وفرنسا تحض مواطنيها المقيمين في طوكيو على مغادرة اليابان أو التوجه إلى جنوب البلاد، وذلك وسط استمرار النقص في إمدادات الطعام والماء والكهرباء. مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج يقول في جامعة كامبريدج البريطانية إن نشر برقيات دبلوماسية أمريكية ساعد في تحفيز الانتفاضات في العالم العربي، وربما أقنع بعض الأنظمة السلطوية بعدم استطاعتها الاعتماد على الدعم الأمريكي إذا استخدمت القوة العسكرية ضد المحتجين. وإن نشر البرقيات جعل من الصعب على الغرب أيضاً أن يواصل دعمه لأنظمة طال بقاؤها في السلطة. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها المصري نبيل العربي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما، وكلينتون تقوم بجولة في ميدان التحرير في وسط القاهرة. أخيراً في هذا الموجز، خبراء يقولون إن لوحات شهيرة للفنان الرسام فان غوخ الذي كان معروفا بمزاجه السوداوي أخذت تفقد لمعان ألوانها الزاهية تدريجيا بسبب مزجه كرومات الرصاص التي تولد اللون الأصفر الدافئ بمسحوق سلفات الرصاص في ألوان لوحاته. لمزيد من تفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.